موشام مزاحم يا بابور اللوح مع جريوبي زوج راهم يشوفوه. قارن بين العملين ما تقدرش تقارن بين العملين لانه يعني ممثل يعملهم للاثنين ولكن في سون ديفيرون. صح وين لقيت انت بعد اولا هذاك هذا تراجيدي واقعي والاخر كوميدي ساخر ما عندهمش علاقه ما كاينش حاجه. صح انت وين لقيت راحتك يعني تقدر تبدع. أنا شوف انا 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 مكون انا تكونت باش نديرهم في زوج يعني انا نلقى راحتي فيهم في زوج. صباحنا نحكيو صباحنا نحكيو على السياسيين والتصريح السياسي لقينا تصريح سياسي واحد اخر. صح نقول لكم حاجه انا اول ما بديت انا كل اعمالي وكان تشوفوا قبل طيموشه كل اعمالي دراما. صح دراما نشوفوا كل اعمالي كلها دراما سواء في المسرحيات ولا في الـ ولا في الـ ولا في التلفزيون ولا في السينما كلها كانت دراما. طيموشة هي اللي اكثر طيموشة هو اول عمل كوميدي ليا. لا هو انا شوف رغم انه كان اسمح لي رغم انه كان عندي عمل واحد كوميدي في المسرح اللي هو خدمنا عليه احنا في زوج هو الملك لير وخدمت لوفو لوفو تاع الملك لير فكان دور كوميدي كوميك تراجيك يعني مش ف لكن اغلبيه الادوار اللي عملتها كلها تراجيك.